اهلا بيكم في نطاق ناس، معاكم احمد عمرو. اتكلم النهارده ازاي تزود التطور بتاعك في الكاليثينكس وتتطور بشكل اسرع. انا محضر 7 نصايح لو انا كنت اعرفهم من وقت ما بديت كان زماني انجزت اكتر، كان زماني وصلت لاعلى واعلى من اللي انا فيه دلوقتي. اول نصيحه شباب هي السكابولا. السكابولا هم العظمتين دولت زي ما احنا شايفين كده، وانا متعلق في البار وانا بطلع وبنزل هم بيضموا على بعض. تمام، قبل ما اعمل اي تمرين هيبقى فيه بول ابس، سواء كان بول اب بوزن او عادي او هشتغل اي تمرين على العقله، هشتغل مصر ده، هشتغل اي حاجه، انا بحب اسخن على الاقل 5-10 عدات، واحب ان انا اعمل هولد او اثبت ثانيه وانا لما اطلع على الاخر في كل عده. السكابولا دي من اهم الحاجات، تمام، وبتفرق معايا في كل المهارات وكل السكيلز اللي انا عايز اتمرنها على البار. ده لو انا هعمل بول اب مثلا، وديت لو هطلع صدري فوق بالمنظر ده، لو انا عايز اعمل فرونت ليفر، وده هنبقى نعمله في الفيديو بتاع الفرونت ليفر ان شاء الله قريب. نفس الكلام زي ما شغلت السكابولا على العقله هشغل في تمارين السحب، هشغلها برضو في تمارين الدفع. يعني وانا في هنا لو عايز اتمرن على البلانش لازم السكابولا هتبقى العكس، بقى هتبقى بعيده عن بعض، هتزق عكس الجاذبيه، بس بدل ما هتقرب من بعض زي العقله هتبعد عن بعض، هتبقى بالمنظر ده، هزق ابعد حاجه ممكنه. تمام، لو انا بعمل بوش اب، لو انا هعمل بلانش، لو انا عايز اعمل متوازي، لو انا حتى بعمل هاند ستاندز، لو التمرين بتاعتي فيها هاند ستاند بوش اب او ضغط وانا واقف على ايدي، بسخن بالمنظر دوت وانا واقف على ايدي، بعمل السكابولا فوق وتحت. زي ما انتم ملاحظين الدراع بيبقى مفروض، الكوع بيبقى مفروض على الاخر، وبس هي المنطقه ديت هي اللي بتحرك جسمي فوق وتحت. تاني نصيحه شباب هي المرونه. تمام، لما ابتديت ان انا اهتم بموضوع المرونه التطور بتاعي زاد اسرع بكتير جدا جدا من الاول. انواع المرونه طبعا بتبقى مختلفه. تمام، في قبل التمرين بعمل مرونه بقى. مثلا ممكن العصايه دي من اكتر تمارين المرونه اللي بحبها قبل التمرين. تمام، هتسخن عضلاتك، هتقلل نسبه الاصابات كتير جدا، وفي نفس الوقت هتلاقي الاداء بتاعك مختلف تماما لو انت مش عامل تسخين كويس. بعد التمرين بعمل مرونه بس بشكل مختلف، ان انا بثبت، يعني بثبت في وضع معين زي المنظر ده، وهفضل ثابت، هفضل ماسك الوضع دوت من 20 ل 30 ثانيه. ده الفرق بين الاثنين، الاولانيه اسمها دايناميك ستريتشنج يعني فيها حركه شويه بسخن قبل التمرين، والثانيه اسمها ستاتيك ستريتشنج يعني ان انا ثابت ما بتحركش، بس هثبت في الوضع بتاع المرونه لغايه ما العضله بتاعتي تفك 20 او 30 ثانيه. ده بيسرع الريكفري للتمرين اللي جايه، مهم جدا غير انه هيزيد المرونه بتاعتي. بعد كده يا شباب تالت نصيحه هي البيزكس او الاساسيات بتاعت اللعبه. عندنا العقله، المتوازي، الضغط، كل الكلام دوت. مهما كان الهدف بتاعك، سواء انت عايز تعمل فري ستايل، او سواء انت عايز تعمل اوزان، او عايز تعمل بودي بيلدينج، او عايز تعمل اي حاجه، البيزكس يعني نو واي ان انت ما تعملهاش، لازم بتعملها في اي فتره او في اي مرحله انت بتتطور فيها من اللعبه. يعني دي غلطه انا عملتها، ان انا في فتره كنت بعمل فري ستايل تقريبا لمده سنه كامله ما كنتش بعمل فيها بيزكس. في نهايه السنه انا اتطورت في الفري ستايل، اتطورت في الحركات، اتعلمت حركات كتير، بس الاصابات كانت اكتر، السترينث بتاعي او كان نزل اكتر، القوه بتاعتي كانت نزلت اكتر. فانا ما انصحش خالص ان انت تبعد عن البيزكس فتره طويله، لازم تخليها في الروتين بتاعك. ولو انت لسه بادئ اللعبه اعمل البيزك دي بس لمده 6 شهور لسنه قبل ما تتعلم اي حركه فري ستايل، قبل ما تتعلم اي حاجه، صدقني هتنفعك كتير. وبعد ما تخلص البيزك هتلاقي الفري ستايل بتاعك اسهل، كل الحركات اللي انت عايز تتعلمها هتلاقيها اسهل بكتير. رابع نصيحه قوه الجريب او القبضه، المسكه بتاعتك. احنا عملنا فيديو هتلاقوه في القناه من زمان، بس دي بتفرق معاك كتير لان ده اضعف مفصل عندك زي ما قلنا. فلما تقوي اضعف مفصل عندك او افضل لينك عندك هيفرق معاك في كل الحركات، سواء هتعمل عقله، سواء ان انت هتعمل ليفر، سواء هتعمل بلانش، سواء حتى هتعمل ديد ليفت، حاجه مالهاش دعوه بالكاليثينكس بس بتفرق معاك بشكل كبير جدا. خامس نصيحه هي النيجاتيف ريبس. نيجاتيف ريبس، عندنا نيجاتيف وعندنا بوزيتيف. النيجاتيف ان انا بنزل تحت، اوكي، البوزيتيف ان انا بشيل نفسي فوق. طيب لو انا عايز اتعلم اي حركه، من اسرع الطرق اللي تخليني اتعلم الحركه ديت هي ان انا اتعلم النيجاتيف، اتعلم ان انا اتحكم في جسمي وهو نازل تحت. الكلام ده ممكن ينفع في الباك ليفر، ممكن ينفع في البلانش، ممكن في الفرونت ليفر، ممكن في اي حركه انا عايز اتعلمها، عايز اتعلم ضغط وانا واقف على ايدي، اي حركه. لو عرفت تتحكم في جسمك وانت نازل نيجاتيف يعني من 3 لـ5 ثواني وعملت من 3 لـ5 عدات، كده انت جاهز ان انت تعمل عده او 2 بوزيتيف اللي هو العكس. الكلام ده ممكن يبقى سكيلز وفي نفس الوقت ممكن يبقى بيزك. انت لسه ما بتعرفش تعمل عقله، ممكن تعمل عقله نيجاتيف بالمنظر دوت، هتنط فوق، هتثبت شويه، وبعد كده هتنزل بشكل بطيء من 3 لـ5 ثواني وهتعمل من 3 لـ5 عدات بالمنظر ده. مع الوقت هتلاقي الكنترول بتاعك بقى احسن، هتلاقي نفسك بعد كده هتعرف تشيل نفسك العكس من تحت لفوق. بعد كده سادس نصيحه هي موضوع الاوزان.
الاوزان بتفرق كتير جدا جدا. لو انت الجول بتاعك ان انت تزيد القوه بتاعتك او تزيد حجم العضلات بتاعتك بتفرق كتير، لان انت دلوقتي اول ما تتعلم عوله هتبقى بتعمل عده او خمس عدات بس، فمش هتبقى بتعمل لك ماس او عضلات بس، هتعمل لك قوه شويه اكتر. بعد كده لما العدات بتاعتك بتزيد من 6 ل 12 عده هتبقى بتعمل لك ماس او كتله عضليه قوي، كتله عضليه اكتر تمام، بس مش هتعمل لك قوه. بعد كده لما تزيد بقى عن العدات دي، لان مع الوقت هتلاقي نفسك بتعمل 15، هتلاقي نفسك بتعمل 20، الكلام ده ممكن ما يعملش حجم عضلات قوي بس هيعمل لك تحمل. فازاي ان انا اعمل التمرين وفي نفس الوقت على العده اللي انا عايزها اللي هي تجيب لي النتيجه اللي انا عايزها؟ اسهل طريقه هي ان انا هعمل وزن بالمنظر دوت، سواء كان دمبلز او اي حاجه. احسن حاجه طبعا الحزام، لو هتلاقوه فيديو المصل اب، ده اسهل طريقه ان انا ازيد بيها اوزان بشكل مستمر. طيب اخر نصيحه هي الريست دايز. زمان ما كنتش باخد ايام ريست، كنت بتمرن كل يوم، والموضوع دوت كان غلط غلط غلط. ما ينفعش. اول حاجه ما كنتش بنجز في التمرين، تاني حاجه باجي التمرين اللي جايه تعبان، مش قادر انجز، مش عارف اوصل للاهداف اللي انا عايز اعملها. بعد كده الواحد بيجيله احباط، وبعد كده بيخش في دايره ملهاش اي لازمه. فلازم على قد ما تقدر تاخد يوم او يومين ريست في الاسبوع، وكل شهر، كل شهر او كل شهرين لما تحس نفسك ان انت تعبان ريح من التمرين من 3 ل 7 ايام. مش غلط، هتريح نفسك جسمانيا، هتريح نفسك ذهنيا، هترجع بعديها انشط من الاول بكتير، وهتنجز بطريقه اسرع بكتير من الاول. بس شايف في نهايه الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لنا عايزين ايه الفيديو الجاي، ونشوفكم فيديو جديد. اقوى ناس. انا انس، لو حبيتوا هذا الفيديو وحابين تتعلموا كيف تعملوا مثله او تتعلموا التصوير والاخراج، تابعوني على قناتي AK Films، راح احط لكم بالرابط تحت. بشوفكم هنيك، سلام.